بدمشق، وكان في استقباله نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج، ورئيس هيئة الأركان العامة العماد علي عبد الله أيوب. وخلال إجراء المراسم المعتادة، قدمت فتاة وفتى من أبناء الشهداء طاقتين من الزهر إلى الرئيس الأسد. وصافح سيادته الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي ونائبي رئيس الجمهورية والأمين القطري المساعد للحزب ونائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية ورئيسي مجلس الشعب والوزراء ونواب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس أركان جيش التحرير الفلسطيني. بعد ذلك توجه الرئيس الأسد إلى النصب التذكاري للشهداء. حيث وضع أكليلا من الزهر وقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، وقرأ الفاتحة مع سيادته كبار المسؤولين في الدولة والحزب وعدد من المحافظين ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وأعضاء من مجلس الشعب وعدد من كبار ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي. ثم تم عزف لحني الشهيد ووداعه. يا مؤمن دائرة يا مؤمن. وقبل أن يغادر الرئيس الأسد صرح الشهيد، تبادل حديثا قصيرا مع ثلة من أبناء وبنات الشهداء حول معاني البطولة التي سطرها شهداء الوطن عبر تاريخ سوريا الحديث.